راية الوحيده حتى ما ندخل في غياهب المؤامرات والمعشعشه في عقل البعض الضعيف. لا يوجد الا خيار واحد في الحاله الفلسطينيه، التفاهم والتكاتف والاستفاده من الماضي نحو المستقبل. من يدعي انه عنده حلول عسكريه لاعاده غزه الى السلطه واهم. من يدعي ان لديه الحل السحري في غزة يكون واهما لأن حماس جربت ثلاث حروب وأعلنت الانتصار مع أنه أنا أسجل احترامي لشكل الصمود الذي حدث في ثلاث حروب ولكن النتيجة صفر إذا لم تترجم سياسيا بإنجازات للمواطن لا ما تأخذني ما تدعي النصر ويعني وبعدين ندفع الثمن لكن هذا ليس مجالا للنقاش نعم الرؤية الوحيدة هي التفاهم بجدية على بناء إعادة بناء نظام سياسي قائم على الشراكة من الجميع الفصائل وغير الفصائل لأنه خمسين في من المجتمع الفلسطيني اليوم مستقلين اليوم تسأل ابن اللي كان عمره عشر سنوات في فترة بداية الانقسام والانقلاب الآن صار عمره عشرين سنة إذا بتسأله لا يعني تيجي تقول له أنت طموحاتك في عودة اللاجئين هذه لم تلغى ولكن هو بيسألك بدي أدخل أي جامعة وبعد ما أدخل الجامعة هتخرج هل حقدر اساعد اسرتي ولا لا؟ وبالتالي هذه تحتاج الى وحده وطنيه قائمه على شراكه سياسيه، وحده وطنيه الاتفاق على برنامج سياسي، الاتفاق على برنامج مقاوم يعني شكل ومضمون مقاومه، هل بالصواريخ؟ زي ما كان البعض يعتقد انه بس اضرب صاروخية بتحل الموضوع، لا، الموضوع اعقد من هيك، هل بالمفاوضات والتنسيق الامني المقدس؟ كمان لا ما تاخذني. أوسلو وتابعاتها انتهت مش لأني اختلفت مع أبو مازن اسرائيل يقو... استقو...